مساء الخير عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير. كان بعض الناس بعتت تسألني هي بوتاجازات بوش الموجودة بالسوق فرز تاني، وده بسبب ان معظمها بيكون متطبق من الظهر، فده كلام غير صحيح جدا، لان البوتاجاز سبب التطبيق من الجنب طريقة التحميل. فلو جينا نبص مع بعض على البوتاجاز من ورا هلاقي ده شكله من ورا، هلاقي اهو زي ما انا شايف في تطبيقه هنا اهو. فالتطبيقه دي ان الشايل البوتاجاز بيشيله على ظهره، فالجزء عشان ظهر البوتاجاز خفيف زي ما احنا شايفين، ظهر البوتاجاز خفيف فبيتطبق معايا الشكل ده، لكن ده ما ياثرش على البوتاجاز خالص، والبوتاجازات مش فرز تاني ولا حاجه، وسهل جدا ان انا اعدلها، ان انا بفك المسامير اللي في الجوانب دي واقدر اعدل الظهر لو انا مش حابب اعدله، دي مش هتاثر خالص على كفاءه البوتاجاز. فحبينا ننوه على الموضوع ده ان البوتاجازات مش فرز تاني، لكن لو انا هشتري بوتاجاز اخد بالي من طريقه التحميل، لان طريقه التحميل هي اللي هتسبب الكدمه دي زي ما احنا شايفين كده في ظهر البوتاجاز. واتمنى المعلومه البسيطه دي تكون عجبتكم. لو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجه جديده.